مرة جديدة يعود ملف السلامة الغذائية إلى دائرة الضوء، وهذه المرة من بوابة الجنوب، حيث نقل 7 طلاب من متوسطة شبعة الرسمية في العرقوب ومعلمة إلى مستشفى مرج عيون الحكومي للمعالجة جراء إصابتهم بحالات تسمم ناتجة عن تناول وجبة الغداء في المدرسة. عاملين نشاط فتة، أكلة الفتة، جايبين لحمة وخبز ولبن. لا يعني اللحمة، يعني جايبين لحمة مفرزة مش طازة. الأجهزة المعنية في المنطقة ووزارة الصحة العامة فتحت فورا تحقيقا بالحادثة لمعرفة ملابساتها والتحري عن المرتكبين.